بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن كعب رضي الله عنه قال: بلغنا أن إبراهيم عليه السلام كان يشرف على سدوم أن ينظر إليها، فيقول: ويلك يا سدوم يوم مالك. ثم قال: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، أي نضيج، وهو يحسبهم أضيافا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا: لا تخف، إنا رسل أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكا. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قال: ولد الولد. قالت: يا ويلتا، أألد وأنا عجوز، وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قال لها جبريل: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وكلمهم إبراهيم في أمر قوم لوط، إذ كان فيهم إبراهيم. قالوا: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إلى قوله: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم. قال: ساءه مكانهم لما رأى منهم من الجمال، وضاق بهم ذرعا، وقال: هذا يوم عصيب. قال: هذا يوم سوء من قومي. فذهب بهم إلى منزله، فذهبت امرأته لقومه، فجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال: يا قوم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، تزوجوهن، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. وجعل الأضياف في بيته، وقاد على باب البيت. قال: لو أن لي بكم قوة، أو آوي إلى ركن شديد. قال: إلى عشيرة تمنع. فبلغني أنه لم يبعث بعد لوط عليه السلام رسول إلا في عز من قومه. فلما رأت الرسل ما قد لقي لوط في سيئتهم، قالوا: يا لوط، إنا رسل ربك، إنا ملائكة لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إلى قوله: أليس الصبح بقريب؟ فخرج عليهم جبريل عليه السلام، فضرب وجوههم بجناحه ضربة، فطمس أعينهم، والطمس ذهاب الأعين، نسأل الله السلام. ثم احتمل جبريل وجه أرضهم، حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم وأصوات ديوكهم، ثم قلبها عليهم، نسأل الله السلام. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. قال: على أهل بواديهم، وعلى رعائهم، وعلى مسافرهم، فلم يبق منهم أحد، نسأل الله السلامة. وأخرج إسحاق بن بشر وابن عساكر من طريق جويبر عن الضحاك رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما رأى إبراهيم عليه السلام أنه لا تصل إلى العجل أيديهم نكرهم وخافهم،
وإنما كان خوف إبراهيم أنهم كانوا في ذلك الزمان إذا هم أحدهم بأمر سوء لم يأكل عنده. يقول إذا أكرمت بطعامه حرم علي أذى، إذا أكرمت بطعامه حرم علي أذى. فخاف إبراهيم أن يريد به سوءا فاضطربت مفاصله، وامرأته صارت قائمة تخدمه، وكان إذا أراد أن يكرم أضيافه أقام سارة لتخدمهم. فضحكت سارة، وإنما ضحكت أنها قالت يا إبراهيم وما تخاف أنهم 3 نفر وأنت وأهلك وغلمانك؟ قال لها جبريل أيتها الضاحكة، أما إنك ستلدين غلاما يقال له إسحاق، ومن ورائه غلام يقال له يعقوب. فأقبلت في صرة فصكت وجهها، فأقبلت والهة تقول واويلتا، ووضعت يدها على وجهها استحياء، فذلك قوله فصكت وجهها وقالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. قال لما بشر إبراهيم بقول الله، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى بإسحاق يجادلنا في قوم لوط. وإنما كان جداله أنه قال يا جبريل أين تريدون وإلى من بعثتم؟ قال إلى قوم لوط وقد أمرنا بعذابهم. فقال إبراهيم عليه السلام إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته، وكانت فيما زعموا تسمى والقة. فقال إبراهيم إن كان فيهم 100 مؤمن تعذبونهم؟ قال جبريل لا. قال فإن كان فيهم 90 مؤمنون تعذبونهم؟ قال لا. قال فإن كان فيهم 80 مؤمنون تعذبونهم؟ قال جبريل لا، حتى انتهى في العدد إلى 1 مؤمن. قال جبريل لا. فلما لم يذكروا لإبراهيم أن فيها مؤمنا واحدا قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن وهب بن منبه رضي الله عنه أن إبراهيم عليه السلام حين أخرجه قومه بعدما ألقوه في النار خرج بامرأته سارة ومعه أخوها لوط وهما ابناء أخيه، فتوجه إلى أرض الشام، ثم بلغوا مصر. وكانت سارة رضي الله عنها من أجمل الناس، فلما دخلت مصر تحدث الناس بجمالها وعجبوا له حتى بلغ ذلك الملك، فدعا ببعلها وسأله ما هو منها، فخاف إن قال له زوجها أن يقتله، فقال أنا أخوها، فقال زوجنيها. فكان على ذلك حتى بات ليلة فجاءه حلم فخنق وخوف، فكان هو وأهله في خوف وهول حتى علم أنه قد أتى من قبلها، فدعا إبراهيم فقال ما حملك على أن تغرني؟ فدعا إبراهيم فقال ما حملك على أن تغرني؟ زعمت أنها أختك؟ فقال إني خفت أن ذكرت ذلك أنها زوجتي أن يصيبني منك ما أكره. فوهب لها هاجر أم إسماعيل وحملهم وجهزهم حتى استقر قرارهم على جبل إيلياء، فكانوا بها حتى كثرت أموالهم ومعايشهم.
فكان بين رعاء إبراهيم ورعاء لوط جوار وقتال. فقال لوط لإبراهيم عليهما السلام: إن هؤلاء الرعاء قد فسد ما بينهم، وكانت تضيق فيهم المراعي، ونخاف ألا تحملنا هذه الأرض، فإن أحببت أن أخف عنك خففت. قال إبراهيم: ما شئت، إن شئت فانتقل منها، وإن شئت انتقلت منك. قال لوط عليه السلام: لا، بل أنا أحق أن أخف عنك. ففر بأهله وماله إلى سهل الأردن، فكان بها حتى أغار عليه أهل فلسطين فسبوا أهله وماله. فبلغ ذلك إبراهيم عليه السلام فأغار عليهم بما كان عنده من أهله ورقيقه، وكان عددهم زيادة على 300 من كان مع إبراهيم، فاستنقذ من أهل فلسطين من كان معهم من أهل لوط حتى ردهم إلى قرارهم. ثم انصرف إبراهيم إلى مكانه، وكان أهل سدوم الذين فيهم لوط قوم استغنوا عن النساء بالرجال. فلما رأى الله كان عند ذلك بعث الملائكة ليعذبوهم، فأتوا إبراهيم فلما رآهم راعه هيئتهم وجمالهم، فسلموا عليه وجلسوا إليه، فقام ليقرب إليهم قرا أي ضيافة، فقالوا: مكانك، أي الزم مكانك. قال: بل دعوني آتيكم بما ينبغي لكم، فإن لكم حقا لم يأتنا أحد أحق بالكرامة منكم. فأمر بعجل سمين فحنذ له، يعني شوي له، فقرب إليهم الطعام، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. وسارة رضي الله عنها وراء الباب تسمع، قالوا: لا تخف، إنا نبشرك بغلام حليم مبارك. فبشر به امرأته سارة فضحكت وعجبت: كيف يكون له مني ولد وأنا عجوز وهذا شيخ كبير، أي لا يتأتى منا الولادة. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ فإن أمر الله على كل شيء قدير، فإنه قادر على ما يشاء، وقد وهبه الله لكم، فأبشروا به. فقاموا وقام معهم إبراهيم عليه السلام فمشوا معا. وسألهم قال: أخبروني لما بعثتم وما دخل بكم؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى أهل سدوم لندمرها، فإنهم قوم سوء، وقد استغنوا بالرجال عن النساء. قال إبراهيم عليه السلام: إن فيها قوم صالحين، فكيف يصيبهم من العذاب ما يصيب أهل عمل السوء؟ قالوا: وكم فيها؟ قال: أرأيتم إن كان فيها 50 رجلا صالحا؟ قالوا: إذا لا نعذبهم. قالوا: إن كان فيهم 40. قالوا: إذا لا نعذبهم. فلم يزل ينقص حتى بلغ إلى 10. ثم قال: فأهل بيت؟ قالوا: فإن كان فيها بيت صالح. قال: فلوط وأهل بيته؟ قالوا: إن امرأته هواها معهم، فكيف يصرف عن أهل قرية لم يتم فيها أهل بيت صالحين؟ فلما يئس منهم إبراهيم عليه السلام انصرف وذهبوا إلى أهل سدوم، فدخلوا على لوط عليه السلام، فلما رأتهم امرأته أعجبها هيئتهم وجمالهم، فأرسلت إلى أهل القرية أنه قد نزل بنا قوم لم يرى قط أحسن منهم ولا أجمل، فتسامعوا بذلك فغشوا دار لوط من كل ناحية وتسوروا عليهم الجدران.
فلقيهم لوط عليه السلام فقال: يا قوم لا تفضحوني في بيتي وأنا أزوجكم بناتي فهن أفهر لكم. قالوا: لو كنا نريد بناتك لقد عرفنا مكانك، ولكن لا بد لنا من هؤلاء القوم الذين نزلوا بك، فخل بيننا وبينهم واسلم منا. فضاق به الأمر فقال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فوجد عليه السلام في هذه الكلمة فقالوا: إن ركنك لشديد، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ومسح أحدهم أعينهم بجناحه فطمس أبصارهم فقالوا: سحرنا، انصرف بنا حتى ترجع إليهم. تغشاهم الليل، فكان من أمرهم ما قص الله تعالى في القرآن. فأدخل ميكائيل وهو صاحب العذاب جناحه حتى بلغ أسفل الأرض، ثم حمل قراهم فقلبها عليهم، ونزلت حجارة من السماء فتتبعت من لم يكن منهم في القرية حتى كانوا، فأهلكهم الله تعالى. ونجى لوط وأهله إلا امرأته. وأخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن أبي يزيد البصري رضي الله عنه في قوله: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه قال: لم ير لهم أيديا فنكرهم. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله: نكرهم الآية، قال: كانوا إذا نزل بهم ضيف فلم يأكل من طعامهم ظنوا أنه لم يأتي بخير، وأنه يحدث نفسه بشر، ثم حدثوه عند ذلك بما جاءوا فيه فضحكت امرأته. وأخرج ابن المنذر عن عمرو بن دينار رضي الله عنه قال: لما تضيفت الملائكة عليهم السلام إبراهيم عليه السلام قدم لهم العجل فقالوا: لا نأكله إلا بثمن، فقال: فكلوا وأدوا ثمنه. قال: وما ثمنه؟ قال: تسمون الله إذا أكلتم وتحمدونه إذا فرغتم. قال: فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا: لهذا اتخذك الله خليلا. وأخرج ابن جرير عن السدي رحمه الله قال: لما بعث الله الملائكة عليهم السلام لتهلك قوم لوط أقبلت تمشي، أي الملائكة، في صورة رجال شباب، حتى نزلوا على إبراهيم عليه السلام فضيفوه. فلما رآهم أجلهم فراغ إلى أهله، فجاء بعجل سمين فذبحه ثم شواه في الرضف، أي الحجارة المحمية، فهو الحنيف. وأتاهم فقعد معهم، وقامت سارة رضي الله عنها تخدمهم، فذلك حين يقول وامرأته قائمة، أي على خدمتهم، وهو جالس في قراءة ابن مسعود. فلما قربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ قالوا: يا إبراهيم، إنا لا نأكل طعاما إلا بثمن. قالوا: فإن لهذا ثمنا. قال: وما ثمنه؟ قال: تذكرون اسم الله على أوله وتحمدونه على آخره. فنظر جبريل إلى ميكائيل فقال: حق لهذا أن يتخذه ربه خليلا. فلما رأى إبراهيم أيديهم لا تصل إليه يقول: ألا يأكلون؟
فزع منهم وأوجس منهم خيفة. فلما نظرت إليه سارة أنه قد أكرمهم وقامت هي تخدمهم ضحكت وقالت: عجبا لأضيافنا هؤلاء، إنا نخدمهم بأنفسنا تكرمة لهم وهم لا يأكلون طعامنا. قال لها جبريل: أبشري بولد اسمه إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. فضربت وجهها عجبا، فذلك قوله تعالى: فصكت وجهها وقالت: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قال: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد أي كثير الحمد، مجيد أي عزيز. قالت سارة رضي الله عنها: ما آية ذلك؟ فأخذ بيده عودا يابسا فلواه بين أصابعه فاهتز أخضر. فقال إبراهيم عليه السلام: هو لله إذن ذبيحا. وأخرج ابن المنذر عن المغيرة رضي الله عنه قال في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه: وامرأته قائمة وهو جالس. وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه: وامرأته قائمة، قال في خدمة أضياف إبراهيم عليه السلام. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنها قال: لما أوجس إبراهيم خيفة في نفسه حدثوه عند ذلك بما جاءوا فيه، فضحكت امرأته تعجبا مما فيه قوم لوط من الغفلة ومما أتاهم من العذاب. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فضحكت، قال: فحاضت وهي بنت 98 سنة. إن الله على كل شيء قدير، لأن الحيض من أسباب الحمل. وأخرج ابن جرير عن مجاهد رضي الله عنه في قوله تعالى: فضحكت، قال: حاضت وكانت ابنة 99 سنة، وكان إبراهيم عليه السلام ابن 100 سنة. وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة رضي الله عنه في قوله: ضحكت، قال: حاضت، قال الشاعر: إني لآتي العرس عند طهورها وأهجرها يوما إذا هي ضاحك أي حائض. وأخرج ابن عساكر عن الضحاك رضي الله عنه قال: اسم سارة يسارة. فلما قال لها جبريل عليه السلام: يا سارة، قالت: إن اسمي يسارة، فكيف تسمينني سارة؟ قال الضحاك: يسار، يسار العاخر التي لا تلد، وسارة الطالق الرحيم التي تلد. فقال لها جبريل عليه السلام: كنت يسارة لا تحملين، فصرت سارة تحملين الولد وترضعينه. فقالت سارة رضي الله عن رضي الله عنها: يا جبريل، نقصت اسمي. قال جبريل: إن الله قد وعدك بأن يجعل هذا الحرف في اسم ولد من ولدك في آخر الزمان، وذلك أن اسمه عند الله حي، فسماه يحيى. وأخرج ابن عبد الحكم في فتوح مصر من طريق الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان حسن سارة رضي الله عنه حسن حواء عليه السلام، أي كحسنها. وأخرج ابن عبد الحكم في فتوح مصر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن سارة بنت ملك من الملوك، وكانت قد أوتيت حسنا.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قال: هو ولد الولد. وأخرج ابن الأنباري في كتاب الوقف والابتداء عن حسان بن أبحر قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل من هذيل فقال له ابن عباس: ما فعل فلان؟ قال: مات وترك 4 من الولد و3 من الوراء. فقال ابن عباس: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قال: ولد الولد. وأخرج ابن الأنباري عن الشعبي رضي الله عنه في قوله: ومن وراء إسحاق يعقوب، قال: ولد الولد. وأخرج ابن أبي حاتم عن ضمورة بن حبيب أن سارة لما بشرها الرسل بإسحاق قال: بينما هي تمشي وتحدثهم حين أتت بالحيضة فحاضت قبل أن تحمل بإسحاق، فكان من قولها للرسل حين بشروها: كنت شابة وكان إبراهيم شابا فلم أحبل، فحين كبرت وكبر ألد؟ قالوا: أتعجبين من ذلك يا سارة؟ فإن الله قد صنع بكم ما هو أعظم من ذلك. إن الله قد جعل رحمته وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وأخرج ابن الأنباري وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ قال: وهي يومئذ ابنة 70 ويومئذ ابن 90 سنة. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك رضي الله عنه في قوله: بعلي، قال: زوجي. وأخرج أبو الشيخ عن ضرار بن مرة عن شيخ من أهل المسجد قال: بشر إبراهيم بعد 17 سنة. وأخرج أبو الشيخ عن زيد بن علي رضي الله عنه قال: قالت سارة رضي الله عنها لما بشرتها الملائكة عليه السلام: يا ويلتا، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ إن هذا لشيء عجيب. فقالت الملائكة ترد على سارة: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. قال: فهو كقوله وجعلها كلمة باقية في عقبه بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله من عقب إبراهيم عليه السلام. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان عن عطاء بن أبي رباح رضي الله تعالى عنه في قوله: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ جاءه رجل فسلم عليه فقلت: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. فقال ابن عباس: انتهي إلى ما انتهيت إلى ما انتهت إليه الملائكة. فثم تلا: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وأخرج البيهقي عن ابن عباس أن سائلا قام على الباب وهو عند ميمونة رضي الله عنها أي خالته، فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته وصلواته ومغفرته. فقال ابن عباس: انتهوا بالتحية إلى ما قال ورحمة الله وبركاته.
وأخرج أبو الشيخ والبياقي في الشعب عن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاء سائل فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته وصلواته. فقال ابن عباس: ما هذا السلام؟ وغضب حتى احمرت وجنتاه. إن الله حد للسلام حدا، ثم انتهى ونهى عما وراء ذلك، ثم قرأ: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وأخرج البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال له: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فانتهره ابن عمر وقال: حسبك إذا انتهيت إلى وبركاته إلى ما قال الله. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.